هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تتجدد الانطلاقات تتجدد الابداعات شوط يتلو الاخر نسير مع الصدارة نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول من يتقدم على الصدارة من ينطلق على البداية هذا هو من يندفع شعار آل سالمين يقدم لنا الشاهينية سيب بن محمد آل سالمين المنصوري على الصدارة على مقدمة الشوط بينما المركز الثاني وصول من الشهامة وسالم بن كبينة هلينيبي خذ المركز الثاني المركز الثالث أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات من خلال الشاهينية وحمود بن حميد الغيلاني خذ المركز الثالث تابع الأسماء الأخرى الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات يا هي أسماء قادمة ولكن نعود مع الصدارة نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يا هو رقصة يا هو رقصة يا هو إبداع شواهين شواهين انطلقت مع الصدارة ممخوت بن سعيد باللوتية العامري يوسلوم شوف الهجوم شوف الهجوم من خلال تواجد شعار بن دميثان مع انطلاقة هنا ايضا الشاهينية يقدم الشاهينية سعيد بن دميثان الشامسي يتقدم على الصدارة الغيلاني ولا الشامسي الغيلاني ولا الشامسي حمود بن حميد الغيلاني حمود بن حميد الغيلاني اللحظات الاخيرة اللحظات المثيرة الغيلاني ولا الشامسي الشامسي ولا الغيلاني ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الاسمين المعركة ثنائية تهانينا والناموس لمالك الشاهينية سعيد بن دميثان الشامسي بينما المركز الثاني الشاهينية حمود بن حميد الغيلاني المركز الثالث شواهين مفخوذ بن سعيد باللوتية العامري هذه النتيجة توقيتنا زمني دقيقة 50 ثانية تهانينا والناموس